صراحة ما عرفش واش عارفين بلي كانوا ربعة ديال الملوك اللي حكموا الأرض من المشرق ديالها إلى مغربها. كان سيدنا سليمان، كان ذو القرنين، كان النمرود، وكان بختنصر. زوج من هاد الربعة كانوا مؤمنين لمولانا، وزوج منهم كانوا كافرين به. ولكن في حلقة اليوم غادي نتكلم على واحد منهم واللي كان أعظم الملوك اللي حكموا الأرض ومن عليها، وهو نفسه أول شخص اللي تعلم السحر على يد إبليس شخصيا، وأول من دعي الألوهية، وأول من وضع التاج على الرأس دياله، وهو اللي بنى أحد عجائب الدنيا السبع، برج بابل العظيم. غادي نتكلم لكم على شخص صاحب ملك عظيم وجيش جبار اللي كتخافوا كاع الجيوش في العصر دياله. شخص كان تيقول ليهم أنا هو الإله ديالكم وتنملك الأرض إلى ما آخره. فشنو علاقته بسيدنا إبراهيم وكيفاش هاجموا البعوض؟ سلام سلام and welcome back to our channel سلامي ليك. شحال واحد فينا وأنا أولكم كان سمعوا بالنمرود وكان سمعوا بيا نار وكوني بردا وسلاما على إبراهيم، وما عارفينش القصة وراء هذا الشخص وراء هذه الآية الكريمة. داكشي باش بحثت مزيان في هذه القصة وجبت لكم المختصر ديالها بأحداثها الشيقة والقيمة. Let's get into it. لنبدأ. النمرود هو من أعظم الملوك اللي حكموا الأرض واللي عليها. هو أول شخص اللي غادي يتعلم السحر من عند إبليس، وأول شخص غادي يدعي الألوهية. فالنمرود هو مجهول تاريخ الولادة ديالو واللي كيرجع النسل ديالو لنوح عليه السلام، ولكن المؤرخون اختلفوا في النسب ديالو، واش من جهة ديال سام ولا من جهة ديال حام ولاد سيدنا نوح، فما عرفناش. النمرود نشأ في بابل واللي هي من أعظم الحضارات في التاريخ. فقبل ما غادي يولي ملك كان كيتنعم بالطرف والمال، وكان دائما تيحلم باش أنه يولي كيحكم عليها. ولكن واحد نهار من الأيام كان النمرود كيغسل، وكانوا دايرين به مجموعة من النساء أو الجاريات. شوية ويدخل عليه واحد رجل أحدب وعليه ثياب سوداء. فالنمرود استغرب كيفاش دخل عليه الحمام بالقصر، وهو يقول لي هذا الرجل الأحدب، وهو كيستهزئ منه طبعا، انت اللي غادي تحكم الأرض واللي عليها. تعصب النمرود وطلع ليه الدم، وأمر الجنود ديالو باش أنهم يقتلوا هذا الرجل. فالنمرود غادي يقتل كاع هذوك الجواري اللي كانوا دايرين به. مرضاش حيتاش سمعوا هذاك الكلام او داك الاستهزاء اللي دار ليه داك الرجل الاحدب. من بعد غادي يطلع لبيته، فاذا به غادي يلقى نفس الرجل اللي امر الجنود باش انهم يقتلوه. فتعجب النمرود وهو يسولو من انت، قال ليه انا امير النور يوم خلق النور. فاذا بغيتي انك تحكم الارض وكل ما عليها خاصك ولا بد انك تشوفني على الهيئه ديالي الحقيقيه. ايوا، وهو يتجسد ليه بصورته الحقيقيه. تخيلوا المشهد، فكان الشعر ديالو مغطي الجسد كله وكان عظيم البنية. عرفتوا شكون كان؟ كان هذا الرجل هو إبليس. وهو أمر النمرود باش أنه يسجد ليه مقابل أنه يعطيه القوة. إيوا، وهنا طبعا فين غادي يكون أول لقاء ما بين النمرود وإبليس. أيضا غادي يكون أول يوم كيتعهد فيه إنسان أنه يبيع الروح ديالو للجن مقابل السلطة والقوة. فبدأ إبليس كيعلم النمرود السحر وكيفاش يسحر الناس ويملك الأرض. من بعد ما تعلم فنون السحر غادي يجيه أمر من عند إبليس باش أنه يقتل الأب ديالو، يعني النمرود يقتل الأب ديالو باش هو اللي يتولى الحكم ديال البلاد ويتوسع بها. إيوا، بالفعل داكشي اللي غادي يوقع. النمرود غادي يقتل با باش يولي ملك جبار متسلط وساحر قوي، وغادي أمر كاع أهل المدينة باش أنهم يخضعوا ليه بصفته إله. حطوا ليه تاج ذهبي على راسه وهو يقول حنا ملوك الدنيا. إيوا، وبدأ جيش نتاع النمرود كيغزو الممالك حتى أصبح النمرود ملك الأقاليم السبعة. والأقاليم السبعة باختصار هي بلاد الترك، الصين، الهند، الحجاز، مصر، الروم والشام وبابل. المهم يوم من الأيام النمرود غادي يشوف واحد الحلم، غادي يشوف كوكب كيطلع للسماء، وهذا الكوكب غادي يغطي النور نتاع الشمس حتى تولي الدنيا كلها ظلام. النمرود فاق من الحلم ديالو، وبيان سور خصو يعرف التفسير نتاع هذا الحلم. ايوا، هنا في الكهنه والمنجمين غادي يبداو يفسروا ليه داك الحلم. غادي يقولوا ليه بلي في هذاك العام غادي تولد واحد الغلام اللي غادي يكون هلاك على يديه. زعما النمرود غادي يتهلك على يدين هذا الغلام. وهو يتخلع وهو يأمر باش انه يتذبح اي غلام غادي تولد هذيك السنه. تولد سيدنا ابراهيم عليه السلام في هذاك العام اللي كان في هذا الامر نتاع النمرود، وخبته الام ديالو حيتاش تخيف عليه من النمرود حتى دازت العمان وكبر. ولما ولا شاب
فما عبدش الاصنام بحال القوم ديالو، حيتاش كان واعي وتيعرف بلي ما هي الا تماثيل ما كتضر وما كتنفع. المهم كان النمرود عنده كاع القمح والطعام في البلاد، وكانوا الناس كيخرجوا كيطلبوا منه الماكله. فواحد النهار غادي يخرج ابراهيم عليه السلام وهو كان شاب، غادي يخرج معاهم باش حتى هو يختار الطعام بحالهم، وغادي يبان ليه ملك غادي بالناس وكيسولهم من ربكم، كلشي تيقول ليه انت هو ربنا انت هو ربنا. حتى داز نحدا ابراهيم عليه السلام وهو يقول ليه النمرود من ربك، فقال ليه ابراهيم عليه السلام ربي هو الذي يحيي ويميت. جاوبوا النمرود انا احيي واميت ما اشاء. تخيلوا معايا شنو غادي يدير باش يبرهن على الكلام اللي قال. غادي ياخذ زوج من الرجال ديالو، غادي يقتل واحد منهم وغادي يخلي الاخر عايش. فقال ليه ابراهيم عليه السلام احيي الذي قتلته. النمرود ما جاوبش حيتاش ما قدرش، وهو يسول ابراهيم وماذا يفعل ربك؟ قال لي سيدنا ابراهيم ربي ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. عجز النمرود على هذه الاجابه وهو يمنعه باش انه ياخذ الطعام بحالو بحال الناس، ولكن كان طلب عند ابراهيم باش انه ياخذ شويه من الرمل باش يتطيبوا به اهل بيته من رائحه رمل المدينه. فلما رجع ابراهيم فحالو حتى حوايجو ونعس مشى ارتاح، وهي تفتح مراتو الرحال ديالو وهي تلقى اطيب الطعام وبدات كتحضر فيه. فشفق ابراهيم عليه السلام سولها من اين هذا، قالت ليه انت من احضرته، فعلم انه من عند الله وبدات يقول الحمد لله الحمد لله. ونزل من بعدها للقوم ديالو باش يقول لهم انهم خاصهم ضروري يعبدوا مولانا وانهم ابتعدوا عن عباده النمرود، ولكن غادي يرفضوا. لكن في احد الايام بينما كان القوم كيحتفلوا خارج المنزل ديالهم، غادي يمشي ابراهيم للاصنام ديالهم وغادي يهرسها كلها الا الصنم الكبير اللي عندهم. الناس فاش رجعت لديورها وشافت ديك الحاله بدات كتسول ابراهيم شكون دار هادشي بالالهه ديالنا. قال لهم لقد فعلها كبير الاصنام. فسالوه قالوا ليه، شوفوا الكلاخ كيفاش الصنم غيدير هادشي وهو لا ينفع ولا يضر، دونك نتوما عارفين بلي ما تنفع ما تيضر ولا كلاش كتعبدوه. المهم هما يديو ابراهيم لعند النمرود، وهنا فين كانت فرصه النمرود باش انه ينتقم من سيدنا ابراهيم عليه السلام. وهو امر جنود ديالو باش انهم يجمعوا بزاف ديال الحطب ويديروا حفره عظيمه ويشعلوا فيها نار قويه، وغادي تكون تخيلوا معايا اعظم نار اللي كدار في المدينه، وهم يرميو بها ابراهيم على اساس انهم يخليوه فيها شيامات باش من بعد ما طفى يجمعوا الرماد نتاع هذا الرجل اللي تجرأ اليوم على الالهه. ولكن الله كان مع ابراهيم، تيقول لك اذا كان الله معك فمن عليك واذا كان عليك فمن معك. هنا في المولانا غادي يقول يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، ولولا ان مولانا عز وجل اكتفى فقط بسلاما فابراهيم كان ضروري غادي يتاذى بالبرد ديال هاد النار، ولكن سبحان الله كوني بردا وسلاما. المهم من بعد غادي يلقاو بلي ان العافيه ما قاستش سيدنا ابراهيم عليه السلام. غضب النمرود غضب شديد، وهنا بدات الناس كتامن برب ابراهيم سبحان الله. فطلب النمرود من ابليس باش انه يعاونه. ديك الساعه قال لي ابليس ان ابراهيم عليه السلام شيطان من الشياطين، داكشي باش ما قاستوش العافيه. ما قدرش يصارح النمرود ويقول ليه بلي راه هو نبي منزل. فقال النمرود ما الذي يملكه ابراهيم ولا املكه انا؟ فقال لي ابليس انه لا يملك شيئا غير الحيله. المهم غادي يعلن النمرود التمرد ديالو على حليف ابليس، وغيصيفط ليه مولانا ملكا من الملائكه باش يعلن الاسلام ديالو ويامن بمولانا، وفي نفس الوقت يبقى على الملك ديالو. وهو يقول ليه هل هناك رب غيري؟ باستهزاء. مره اخرى غيصيفط ليه مولانا ملكا اخر فغادي يرفض، وارسل اليه ثالثا والو. يعني مولانا عطى ثلاثه ديال المهلات. واحد النهار النمرود غادي يخرج مع الجيش ديالو فوق طلوع الشمس باش يتحدى مولانا، وهو صيفط لهم ربي البعوض اللي كلا من اللحم تاع كاع الجنود وشرب من دمهم وخلاهم عظام، وما بقى ما بيناتهم الا الملك النمرود الجبار واللي كان عقابه شديد. فتخيلوا عقابه كان في بعوضه وحده اللي دخلت من النيف ديالو لدماغه بامر من مولانا، ولكن راه ما ماتش هاد البعوضه، جلست في دماغه لمده 400 عام كما يقولون، الله اعلم انها نفس المده اللي كانت يحكم فيها العالم من المملكه ديالو، كانت يحكم بتكبر وكافر النعمه ومدعيا الربوبيه.
فتخيلوا شنو كان تيدير باش انه يرتاح من ذيك البعوضه اللي كانت كتزنزل ليه في راسه. كان تيضرب راسه بالمطارق والنعال عزكم الله باش يهدن ليه راسه، وبقى مولانا تيعذب فيه تيعذب فيه بهذا العذاب حتى مات جنونا بقوه داك الضرب. فسبحان الله 400 سنه هو كيظلم في العباد وكيتكبر في الارض وهو يعذب مولانا ب 400 سنه واحده اخرى. ان الله يمهل ولا يهمل. فكان نمرود عبرة لأي واحد تجبر وتكبر وما حمدش مولانا وبزاف بزاف بزاف ديال الحوايج. وهذه كانت قصة حلقتنا اليوم اللي كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. واذا وصلتوا حتى لهاد اللقطة في هذه الحلقة انا كنقول لكم ما كرهتش انكم تدعموني بدي لايك لايك لايك، ما خسرتوا حتى شي حاجة لتحت ديروا لايك. علاش؟ باش هذا الفيديو كنقول لكم دائما وابدا كيولي يوتيوب كيبروبوزي على ناس وحد اخرين. تو سامبلومون ما كرهناش ان هذا المحتوى اللي نتوما عطيتوه فرصة تعطيو فرصة لناس وحد اخرين انه يستفدوا منه. شكرا لكم من القلب، شكرا على حبكم على دعمكم وعلى وقتكم، تعاليقكم فوق راسي ووجودكم تيشرف. شكرا من القلب ونتلاقاو في حلقة مقبلة إن شاء الله. سلام سلام.